جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نسي الإمام سجدة في نهاية الصلاة وسلم ولم ينبهه أحد إلا بعد السلام، هل يسجد جميعا سجود السهو أم يسجد الإمام فقط؟ جزاكم الله خيرا. إن كان المقصود أنه نسي سجدة من سجدات الصلاة، فإنه إن كانت هذه السجدة هي آخر شيء من الركعة الأخيرة، إذا كانت من الركعة الأخيرة التي بعدها التشهد، فإنه يعود ويأتي بالسجدة ويأتي بما بعدها، ثم يسلم من السجدة الثانية والتشهد، ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام أو يسجد للسهو قبل السلام. أما إذا كانت هذه السجدة من ركعة قبل الأخيرة وقد سلم من صلاته فإنها تكون كترك ركعة كاملة، يقوم ويأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو قبل السلام أو بعده، وبعد السلام أفضل في هذه الحالة. نعم.